البرنامج الرسمية للدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولي، اللي هو يعني سيتم افتتاحه بإذن الله يوم 18 جويلية 2024 بعرض تحت عنوان عايش بغنياتي للفنان الكبير لطفي بوشناق. هذا العرض هو عبارة عن رحلة فنية عبر محطات مختلفة لهذا الفنان على مدى الذي معناها نشط على مدى أكثر من 5 عقود. المحطات هذه باش تكون فيها يعني بداياته وأغنية يا شغلة بالي، ثم يعني بعض الأعمال في عدة أساليب موسيقية مختلفة باش نستمعوا إلى يعني أعماله اللي قام بها وفيها نفس سيمفوني، أعماله اللي قام بها وفيها يعني بعض الأعمال يعني اللي هي تندرج في الفنون الشعبية بصفة عامة، الأعمال الصوفية باش نستمعوا أيضا على حسب اعتقادي إلى بعض الأعمال الصوفية وغيره. يعني هي عبارة عن رحلة باش يكون فيها أيضا مادة يعني تاع فيديو، باش تكون تم دي بروجيكسيون فيديو موجودين في العرض هذا، و على حسب اعتقادي باش يكون حقيقة عرض تاريخي بالنسبة لمسيرة الفنان الكبير لطفي بوشناق. سا في بليزير و سي ان اونور كان احنا نساهموا حتى بشويه باش نقدموا حاجه باهيه للبلاد هذيا، كيف ما الوالد سي تو سكي لا في بوندون 50 سنه. دونك احنا حبينا نعملوا عرض، وكانت فكره من عندي انا الفكره الاصليه، اقترحت الكونديكتور حتى شو نتاع الاغاني اللي هما يمثلوا خمسه عقود فيهم غنيات اول مره تغنيوا لايف، هما غنيات لهم برشا ما تغنيوش حتى من 30 سنه. دونك باش نحاولوا نعيشوا معاه اكثر من اوماج اللي هو قد ما هو، باش نعيشوا التوانسه كيفاش كانوا يعني في 50 سنه، ونشلقوا في الغنيات اللي فما غنية برك باش نعطيكم عليها حصرية يعني هكا، اللي هي احنا الجود احنا الكرم، احنا الجود احنا الكرم، سجلت عام 86 ان شاء الله احنا نكونوا مازلنا احنا الجود احنا الكرم احنا الشهامة احنا الهيمة، ان شاء الله نكونوا مازلنا تونسي الحر الاصيل اللي شامخ على كل كيما ان شاء الله. طوليكا الحفلة باش تكون هدية من هدية مين احنا للوالد، لكن اهم من هذا الكل باش تكون هديه من الوالد للجمهور نتاعو اللي باش يعطيهم اغنيات. نتصور من اللي يبدا الحفله اليوم فمش باش يسكت، هذا هو الهدف. يوغا دلا دونس، يوغا ان بوتي كور ميتراج من الاول عملته البابا ما يعرفوش ومازال ما شافوش، لكن فما برشا شخصي وبرشا زاد فن الوتري. انا من صغرتي كبرت على الفن الوتري، صحيح عملت النوبه وسيتي ان اوماج للفن الشعبي اللي نحبه زاد، لكن جا الوقت هذا باش نعطي قيمه للفن الوتري اللي لازم الناس ما تنساش اللي هو عندنا من احسن العازفين احسن الموسيقيين واحسن الفنانين في البلاد هذيا، لازمني نعطيهم القيمه اللي يستحقوها. هذيك هي الحفله باش تكون فيها برشا محبه، فيها برشا قدر للفنان البلاد لطفي بوشناق. تصور جديد للاغاني اللي حبوها العباد، لي سوكسي نتاع سي لطفي، هو هذا حفل اهداء من سي لطفي بوشناق للجمهور، باش يكون الجمهور يعني عنصر فاعل في وسط العرض، يعني باش يغني معانا تو طولون دو سبيكتاكل، خاطر الاغنيات الكل هما باش يجسدوا مسيرة 50 سنة من الفنان لطفي بوشناق، باش ناخذوا الحقب الزمنية وباش نتعداو عليهم، وباش يكون فما توزيع جديد اللي هو سي مع فادي بن عثمان وشيف دوركيستر خراس مدمق وليس البراغي اللي هما عملوا ليزارونجمون يكونبخي انا عملت معاهم ليزارونجمون. تصور جديد، الاغاني اللي العباد تعرفها، سونوريتي جديدة ان شاء الله تعجب الناس، ولازم يجي ويحضروا، وان شاء الله حفله للتاريخ اليوم هما لينا احنا سورسين زاد ان شاء الله.